الالكترونيه كل الخدمات دي للمرحله الثانويه، وال 500 جنيه داخل فيها التامين على جهاز التابلت. نعم. فهنا ومع ذلك أيوة. عافينا ال 10 مليون طالب دول اللي شويه منهم هتلاقيهم في ابتدائي او اعدادي او ثانوي. نعم. سواء بقى كان نصيبه 200 ولا 300 ولا 500 هو اعطي منها. نعم. فالدوله خسرت طبعا فلوس كتير. نيجي بنحاول نعوضها بشكل او اخر عشان نقدم للجميع القادر والغير قادر نفس الشيء. هل النهارده بنتكلم على اكبر اعفاءات بتتم للطلبه النهارده؟ اكبر رقم بيتم في السنه بالنسبه لل 10 سنوات. اكبر قدر. سيادة الوزير التليفون مش واضح حضرتك، معلش. مره ده 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 يا فندم اكبر قدر من الاعفاءات على الاطلاق، يعني اكبر اكتر مره نضيف هذه الاعفاءات. وكل اللي طلب مننا من الوزارات الزميله يعني وافقنا عليه وهنتحمله في سبيل ان احنا نريح الفئات اللي لا تستطيع دفع هذه الارقام. لا طيب المليار ده اللي هو سيادتك هتوفره منين عشان لا اقلل اي شيء من العمليه التعليميه اللي حضرتك حريص عليها؟ المبلغ ده اللي هو ما دخلش الوزاره. لا ما هو احنا بنجتهد والله قدر الامكان. نعم. بس بتبقى حاجه على حساب حاجه يعني. بنبدي الاولويات. المهم ان احنا السنه دي هنحاول ندي الولاد اكبر قدر من الاجراءات الصحيه الاحترازيه. كويس. بغض النظر مين دفع ايه، وهنديهم اكثر عدد من المصادر اللي يتعلموا بيها. احنا عاوزين نقول لهم لو بس يثقوا فيما ستقدمه الوزاره، سواء كان المصروف بتاعك 300 جنيه او 500 جنيه، لما السنه الدراسيه هتبتدي وهنشوف المنصات اللي وفرتها الوزاره مجانا، انا بقول للاب والام انت هتدفع الرقم ده مش هتحط ايدك في جيبك تاني. لا هتحتاج كتاب خارجي ولا درس خصوصي، والدوله هتقدم لك كل ما كنت تحصل عليه بهذا الرقم اللي هو اقل بكتير جدا من اللي كنت بتدفعه زمان في الحاجات دي كلها. حاجة بتقول له بس الثقه فينا، ثقوا فينا شويه. وهي هتيجي مع الوقت، لانه على 17 اكتوبر الناس هتبتدي تشوف مستوى القنوات التعليميه ومحتواها، والولاد يقدروا يحكموا اذا كان ده كافي بالنسبه لهم. كان بها ما كانش كافي، في مجموعات تقويه في المدارس بتاعتهم يقدروا يروحوها. اذا كانش كفايه ويقدر يخش على الانترنت هيلاقي دروس الكترونيه وكتب تفاعليه ومكتبه رقميه وسيستم يسال بيه المعلمين وبث مباشر. فانا بقول لهم يا جماعه هيبقى هتلاقوا كتب تفاعلية تغنيك عن الكتاب الخارجي، وهتلاقي دروس إلكترونية تغنيك عن الدروس اللي كنت بتروحها، خصوصا إن الوزارة عاملاها بحيث طريقة التدريس فيها متواكبة مع التعليم الجديد، بتحضرك للامتحان الجديد بشكله الجديد. فأحسن نلتزم بما تقدمه الوزارة، وعلى الأقل بنبقى عارفين مين اللي بيدرس و مختارينه بعناية، ومجموعات تقوية داخل جدران المدرسة عارفين ولادنا رايحة فين. فيعني لو مشينا كلنا مع بعض على ما تقدمه الدولة ليهم، هيجدوا ان المصروف الدراسي ده سواء كان 300 جنيه في السنة مش في الشهر او 500 جنيه هو المبلغ الوحيد اللي هيدفعه لابنه او بنته. هل سيادة الوزير المعلمين كمان الزيادات اللي بتتم النهاردة يعني ايضا من ضمن الميزانيه اللي هي موجوده للوزاره اللي حضرتك دايما بتتكلم عليها بمبلغ 500 مليار، ولكن في بننفق على العمليه التعليميه كذا والباقي اجور. زودنا ايضا المعلمين النسبه المتاحه ليهم خلال الفتره اللي فاتت. لا ما دام حضرتك ذكرت الرقم ده محتاج شرح شويه، لان الناس بتعتقد لما الرقم زي ده ان هذا الرقم متاح كده علينا نصرف منه. لا الرقم اللي حضرتك قلته ده 500 مليار ده مجموع موازنات التعليم في مصر على مدار 6 سنين. يعني في المتوسط احنا بنتكلم لو قسمنا الرقم ده على 6 حضرتك هتطلع بحاجة 85 مليار مثلا في السنة. نعم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين ان 85% من هذا الرقم أجور ومرتبات، وهي أقل مما يستحقه المعلم. بس المبلغ المتاح لينا لتطوير التعليم ما هوش
الموازنة على بعضها. آه. لازم نشيل منها الأجور عشان نعرف فاضل فيها كام للاستثمار. نعم. فالمبلغ اللي على مدار 6 سنين اللي تم توجيهه للاستثمار كان 44 مليار، استخدمنا منه على مدار 6 سنين عشان بس الدقة في تناول الأرقام، نعم، 24. وبالتالي اللي فاضل بقى بعيدا عن الأبنية حوالي 20 مليار، حضرتك لو قسمتهم على 6 يطلع 3 في السنة. فكل اللي أنا بقوله من خدمات ومن نظام تعليم جديد وامتحانات إلكترونية وبنية تحتية ومحتوى رقمي، كل ده بعيدا عن كورونا، يعني حتى باللي دفعناه في ان احنا نشغل الثانويه العامه وبتاع بحوالي 3 مليار في السنه. ده رقم صغير جدا، والمنتج اللي حضرتك شايفه يسوى 4 أو 5 اضعاف هذا الرقم. فاحنا بنرشد الاستخدام في يعني الفلوس في الوزاره بشكل عالي جدا عشان نصرف على الحاجه اللي تنفس الناس ويحسوا بيها. عشان كده المقالات اللي بتتكتب كيف انفقت الوزاره مش عارف 500 مليار كلام، مش كل المتاح لينا تطوير ما يزيدش.